السلام عليكم، يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك يا حبيبتي، أخبارك؟ السلام، يعطيك العافية دكتورة. يا رب يخليك، الله يسعدكم جميعا. طيب خلينا على طول نسمي الله ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله موضوعنا هنتكلم فيه عن الثيرابيوتيك اند نون ثيرابيوتيك كوميونيكيشن تكنيكس. هنتكلم عن فنيات التواصل، في منها اللي يندرج تحت الثيرابيوتيك وفي اللي يندرج تحت النون ثيرابيوتيك. هنتعرف على هذا وذاك. بدايه هنتعرف على التكنيكس اللي هي الثيرابيوتيك كوميونيكيشن. الثيرابيوتيك كوميونيكيشن تكنيكس بتتضمن التالي. في عندي اكتر من تكنيك. في تكنيك بعنوان using silence. يعني ايه silence؟ الصمت دكتور، الصمت العلاجي. الصمت الثيرابيوتيك سايلنس اللي هو الصمت العلاجي. يعني ايه صمت؟ يعني واحنا بنكون silent معناها ان انا gives the person time to collect thought or think through a point. معناها وانا في حالة الصمت او انا صمتة، انا باخد وقتي تمام عشان اجمع افكاري فيما له علاقة بالنقطة مجال الحديث. ما ينفعش أبدا اتنين بيتكلموا في نفس الوقت، لازم يكون في حد speaker وحد listener، في طرف speaker وفي طرف آخر listener. وإحنا listen بنكون silent، نستجمع أفكارنا اللي ليها علاقة بمجال الحديث. مثال عندي example encouraging a person to talk by waiting for answers. يبقى واحنا silent معنى الكلام ده ايه؟ احنا بنجمع افكارنا، دي فترة انتظار بنجمع افكارنا عشان نرد بعد كده بالشكل السليم. في فرق ما بين يا جماعة بين السايلنس وبين الميوتيزم او الشخص هو ميوت. في فرق بين الشخص السايلنت والشخص الميوت. سايلنت أنا دلوقتي في حالة صمت، listen للي بيتقال أو لكل المسج، وبعدين هيجي وقت ورد. أما الميوت ده، الميوت شخص إيه؟ ما بيتكلمش بالمرة، تمام؟ ده أول تكنيك عندي اللي هو السايلنس. في تكنيك آخر اللي هو إيه؟ الأكسبتنج أو الأكسبتنس، اللي هي معناها إيه؟ تقبل الآخر دكتورة. قبول الآخر أو تقبل الآخر. Indicate that the person has been understood. إن أنا بتقبل الآخر، ده واحد من البرنسبلز الأساسية في تعاملي مع مرضانا، وده معناه إن إحنا بنطبق هذا التكنيك أو هذا البرنسبل من خلال عدة سلوكيات إيجابية. معناها إن أنا بتقبله ككيرر، أنا كيرر بالنسبة له، عشان أقدم له الكير المطلوبة أو الهلب المطلوبة لازم أتقبل. اتقبل ال معنى اتقبل ايه؟ بعض الدلالات ان انا اقول له يس او اي فول وات يو سي، يعني انا متابعه معاك اللي بيتقال، فدي دليل على القبول. وخلال سلوكيات اخرى منها يمكن اتكلمنا عنه في الموضوع اللي فات اللي هو نون جادجمنتال نون بانشمنت اتيتيود، ان احنا يكون سلوكياتنا لا احنا نصدر احكام ولا نعاقب المريض، ان احنا نهتم بالمريض، ندرسه، ندرس احتياجاته، ندرس سلوكياته واهتماماته لاخره، كلها سلوكيات بتعكس قبولنا للمريض. عندي تكنيك اخر اسمه giving recognition. يعني ايه giving recognition؟ indicate awareness of a change and personal effort. giving recognition ان احنا نتعرف على مواضع التغيير او نبقى واعيين بمواضع التغيير عند المريض. يعني ايه؟ يعني هفترض انه المريض مثلا، هفترض انه مريض بتاعنا psychiatric patient، بلاحظ عليه من خلال الاسسمنت انه هو ما بيهتمش ب البادي هايجين، تمام؟ ما بيهتمش بالهايجين، في بور بادلي هايجين. ولاحظت في وقت اخر ان هو لا في بروبر هايجين، وفي شيفنج، وفي مغير ملابسه، وفي حاله من الجرومنج، الهندام والمنظر والمظهر اللائق. في تغيير ولا فيش تغيير؟ في تغيير. في تغيير. نسكت على التغيير ده ونعديه كده كان لم يكن؟ لا، ما يبقى في تكنيك في تكنيك عندي اسمه giving recognition، ان انا اوضح للمريض
تمام انه في لاحظت عليه تغيير، وهذا التغيير ينم عن جهد بذل فيه، يعني الشخص قام بإفورت. تمام. طيب ايه اهميه حاجه زي كده؟ اهميه حاجه زي كده ان انا لما بلفت نظري او بيتلفت نظري وبعبر عن ده للمريض، ان هو يتواصل في هذا او يتمادى ويكرر هذا السلوك الحميد. خلاص، لان احنا للاسف في مشكله حتى بتحصل على مستوى بيوتنا وعائلاتنا، انه مثلا هقول لكم مثال هو ملوش علاقه بس يقرب لكم الفكره، ان انا او حد ما بيعرفش يعمل اكل كويس، خلاص، بس جه في وقت عمل اكل او عمل وصفه رائعه، ينفع نعديها كده؟ لا، لازم نشيد بالايه، بالتغيير ده، مش كده؟ طيب لما هنعمل اشاده بهذا التغيير للافضل، ده معناها انه ايه، ان الشخص اللي اتغير للاحسن هيستمر في هذا التغيير. خليكم معايا لحظه بس، الله يكرمكم، لحظه. في ادي المثال عندي، سامعيني؟ دكتور سامعيني. ادي المثال عندي الجيفنج ريكوجنيشن. المثال: جود مورنينج مستر احمد، اي نوتس ذات يو شيفت توداي، يعني انا ملاحظه انك انت ايه حالق دقنك او مهتم بشكلك النهارده، فده حاجه بتبسط الشخص اللي بذل مجهود وتغير للاحسن. طيب عندي تكنيك اخر اسمه اوفرنج سيلف، ان هو انا بقدم نفسي. ثانية واحدة يا شباب، معلش، ثانية واحدة بعتذر، ثانية واحدة. نرجع نكمل. offering self اللي هو ايه؟ بنقدم نفسينا، مش كده؟ دي بداية التعارف او بداية اي علاقة بين طرفين، بتعتمد على مسألة الانترودكشن، مش كده؟ ان انا بقدم نفسي، يعني ايه بقدم نفسي او بعرف بنفسي؟ offer presence، بعرف اللي قدامي انا مين، اوقات تواجدي معاه امتى، ما يتفاجئش ان انا مرة موجودة في شيفت A، مرة في شيفت B، مرة في شيفت C، مرة هنا مرة هنا. لا، لازم أعرف المريض اللي أنا في بداية علاقتي بيه، اللي أنا هتعامل معاه، هقول له أنا فلان، اسمي كذا، ده الجزء الفيربال، يعني هكون موجودة في التوقيتات أو الشفتات كذا كذا، وبعرفه بأوقات تواجدي. الانترست، إن أنا مهتمة كمان بالتعامل معاه، مهتمة بتقديم الرعاية اللي مطلوبة لي، and desire to understand، وكمان بعرفه ان انا عندي الرغبه ان انا اتفهمه واتفهم احتياجاته عشان ان انا اقدر اساعده. فاذا دي فكره ان انا بقدم نفسي او بعرف نفسي للشخص اللي قدامي. مثال عليها في عباره سريعه: I would like to spend time with you، يعني لما اقول له انا بحب او انا بفضل، بفضل بقضاء وقت معك. قضاء ده، الوقت ده هيبقى المقصود به هنا ايه؟ الوقت ده اللي هو المقصود بيه ان انا اركز فيه على احتياجاته ومشاكله او مشكلاته اللي جت حلول ليها سويا. تمام. عندي تكنيك اخر اسمه او عنوانه offering general needs. يعني ايه offering general needs؟ اللي هي بنقدم ايه، مؤشرات او اشارات رئيسيه كده، اللي هو معناها ايه؟ indicate that the nurse is interested in what come next، يعني أثناء حديثي مع المريض أو حديثي مع شخص معين. لما أقول له بعض العبارات البسيطة go on أو انزل tell me about، يعني معناها إيه؟ يعني معناها أنا بديله إشارة، بديله هنت، كمل، استمر. وهو بيجيني عند مقطع معين من الكلام وأقول له ها، وإيه اللي حصل بعد كده؟ طب كلمني أكتر عن الـ